العاشرة حسب توقيت ساعة بغداد. أهلا بكم مشاهدينا في حصاد الليلة من الشرقية نيوز، يتوالى على تقديمه أنا بيان عبندة وعمر محرف، ومن لندن سعيد شبيب. تحية لك بيان. مشاهدينا أهلا بكم، البداية بالعناوين. عملية استعادة سنجار بالكامل من سيطرة تنظيم داعش، محافظ نينوى سمع بها من التلفزيون والأديب يحذر من ضمها لكردستان. اشتباكات بين البشمركة الكردية وقوة من الحشد الشعبي أدت إلى سقوط قتلى وجرحى من الجانبين. العبادي: الإصلاحات في بنية الدولة باتت ضرورة وليست خيارا، وسيستمر في هذه المعركة. ليست مناصب الدولة لوحدها بالوكالة، منتصف النهار يلاحق ظاهرة الأطباء بالوكالة من صغار السن. الطريق الذي تسلكه الأمينة ذكرى علوش كل يوم للوصول إلى مقر عملها مليء ببرك المياه الآسنة. أهلا بكم إلى التفاصيل. استعادت قوات البشمركة الكردية وبإسناد مباشر من طيران التحالف الدولي استعادت السيطرة على الطريق الدولية رقم 47 بين قضائي تلافر وسنجار في إطار العملية العسكرية التي بدأت الخميس لاستعادة سنجار بالكامل من سيطرة تنظيم داعش. وقالت مصادر كردية إن قوات البشمركة استعادت معمل الأسمنت عند مدخل قضاء سنجار بعد تدخل طيران التحالف الدولي في قصف مناطق تل الشور وجبل كبار المطل على الطريق الدولي السريع الذي يربط القضاء مع مدينة الراقة السورية، إضافة إلى العديد من القرى. وقالت المصادر ذاتها إن قوات البشمركة تسيطر حاليا على 8 شوارع رئيسة في قضاء سنجار، وقام بعزلها بالكامل عن الموصل وتلعفر وطريق سوريا وربيعة. ويعد الهدف الرئيس للعملية العسكرية هو قطع أحد خطوط الإمداد للتنظيم الذي يمر عبر سنجار ويربط بين مدينتي الموصل والرقة اللتين تعدان من معاقل التنظيم في العراق وسوريا. وكشف الجيش الأمريكي عن وجود مستشارين عسكريين أمريكيين قرب جبل سنجار لدعم قوات البشمركة في هجومها البري. وقال المتحدث باسم التحالف الدولي في العراق الكولونيل ستيف وارن، قال لرويترز إن مستشارين عسكريين أمريكيين يشاركون القادة الأكراد قرب سنجار لكنهم بعيدون عن مسرح القتال. وأضاف وارن أن المستشارين الأمريكيين يقدمون المشورة والمساعدة للقوات الكردية في تحديد أهداف الضربات الجوية، مضيفا بأن الجيش الأمريكي يقدر مقتل ما بين 60 و70 من مسلحي التنظيم قتلوا في غارات جوية للتحالف لدعم الهجوم البري على سنجار. وأكد التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة أن عملية استعادة سنجار جزء من عملية أكبر لعزل مدينة الموصل، كونها تقع على الطريق السريع 47، وهو طريق استراتيجي ومهم للإمدادات والربط مع سوريا. ويقول عسكريون إن طرد المقاتلين ليس العائق الوحيد الذي يقف أمام عملية سنجار، إذ يتوجب إزالة المئات من العبوات الناسفة والتعامل مع المنازل المفخخة ضمن شبكة دفاعية أقامها التنظيم منذ أكثر من عام للسيطرة على المدينة. إلى ذلك، قال القيادي في حزب الدعوة علي الأديب إن عملية تحرير قضاء سنجار تحظى بالتأييد، لكنه لا يمكن القبول بأن تصبح المناطق التي تحررها البشمركة جزءا من أقليم كردستان.
الأديب أكد في تصريحات لوسائل إعلام كردية أن ائتلاف دولة القانون يؤيد عملية تحرير قضاء سنجار ويقف معها، لكنه لا يوافق على مسألة أن تصبح كل منطقة يتم استعادتها من قبل قوات البشمركة جزءا من إقليم كردستان، واصفا تحرير سنجار وإرجاعها إلى أهلها بأنه مطلب أساسي ووطني. وأضاف الأديب أن المهمة الأساسية للقوات العراقية سواء كانت من الحشد أو البيشمركة أو الشرطة الاتحادية هي تحرير الأراضي من سيطرة داعش، ولا يجوز تقسيم الأراضي في الموصل مثلا أو في مكان آخر بين هذا الفصيل أو ذاك. يشهد قضاء طوس شرقي محافظة صلاح الدين حالة من التوتر بعد اشتباكات بين البشمركة الكردية وقوة من الحشد الشعبي أدت إلى سقوط قتلى وجرحى من الجانبين. مصادر أمنية في القضاء أكدت بأن قوات البشمركة وبعد تزايد الهجمات ضد النازحين العرب عززت إجراءاتها في محيط طوس ونصبت العديد من حواجز التفتيش، إلا أن قوة من الحشد رفضت التوقف عند أحد هذه الحواجز وأطلقت النار باتجاه البشمركة، ما أسفر عن مقتل أحد عناصرها ليردوا بإطلاق النار ما أدى إلى مقتل 3 من عناصر الحشد. وذكرت المصادر أن قوة أخرى من الحشد أطلقت النار باتجاه عناصر حماية مستشفى طوس خورماتو بعد نقل جرح البشمركة إليها، ما أدى إلى مقتل أحد أفراد الأسايش وزيادة حالة التوتر وانتشار القناصين من الجانبين على أسطح المباني في القضاء. وأضافت المصادر أن الطبيب الجراح عبد الخالق عبد الكريم مدير مستشفى طوس سابقا قتل بنيران قوات الحشد أثناء اقتحامها للمستشفى. وتبادل الحشد الشعبي والبشمركة الاتهامات حول الجهة المسؤولة عن إطلاق النار في قضاء الطوز، إذ اتهم القيادي في منظمة بدر محمد البياتي قوات البشمركة باستهداف أفراد الحشد وقوات بدر عند أطراف طوز خرماتو دون سبب يذكر، وقال إن 4 من مقاتلي الحشد قتلوا وأصيب العشرات. بالمقابل اتهم مسؤول تنظيمات الاتحاد الوطني الكردستاني في الطوز حسن بارام اتهم الحشد الشعبي ببدء الهجوم على قوات البشمركة، وقال إن الاشتباكات اندلعت بعد هجوم عناصر الحشد على نقطة التفتيش التابعة لقوات الأمن الكردية، وتم قطع الطريق العام الذي يربط بغداد بكركوك والمحافظات الشمالية على إثر هذه الاشتباكات. الحصاد مستمر وفي بعد قليل لعبادي الإصلاحات في بنية الدولة باتت ضرورة وليست خيارا وسيستمر في هذه المعركة. أهلا بكم من جديد. نتابع سياسيا، حيث أعلن رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي أن الإصلاحات في بنية الدولة باتت ضرورة وليست خيارا وأنه سيستمر في هذه المعركة دون هوادة أو تراجع لتشمل روح الدولة ومؤسساتها رغم التحديات الاقتصادية وصراع الوجود مع الإرهاب. العبادي جدد في بيان له مساء اليوم تأكيده مواصلة نهج الإصلاحات مهما بلغت الصعوبات، إدراكا منه بأن الإصلاح ضرورة وليس خيارا ولا يمكن كسب معركة الدولة ضد الفوضى والفساد والمحاصصة والإرهاب دون إجراء إصلاحات جوهرية في بنية الدولة. العبادي أكد في بيانه أن الإصلاح الشامل والجذري هو السبيل المفضي للاستقرار وتحقيق العدالة واستعادة كيان الدولة الذي استباحته قوى الإرهاب والفساد. وأدرج العبادي في البيان حزم الإصلاح التي اتخذها على مدى الشهرين السابقين، وقال أيضا إن هذه الإجراءات ستستمر وإن لم تصل لطموحات العراقيين إلا أنها حزم رائدة ومرسخة لمسار الإصلاح. إلى ذلك حذر ممثل الأمم المتحدة في العراق يان كوبيتش من وجود مصالح خفية وأجواء من عدم الثقة تحول دون تنفيذ الإجراءات الإصلاحية التي أعلن عنها رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي.
كوبيتش قال في إفانة أمام مجلس الأمن الدولي حول أوضاع العراق إن إصلاحات العبادي لم تواكب طموح الشعب العراقي حتى الآن، والسبب هو وجود عراقيل تضعها قوى سياسية مختلفة بوجه العبادي وبوجه مشروعه للإصلاح السياسي. كوبيتش أضاف أنه رغم الأمال في أن مشروع العبادي سيدفع المصالحة للأمام ويدمج المجتمع السني في العملية السياسية، إلا أنه توجد عراقيل من عناصر عراقية بسبب عدم الثقة والمصالح الخفية، مشيرا إلى أنه منذ تولي رئيس الوزراء لمنصبه بات معارضوه أشد جرأة. إلى ذلك أكد ممثل الأمم المتحدة في العراق يان كوبيتش أن تنظيم داعش ما يزال يشكل تهديدا كبيرا لا يجب الاستهانة به على الرغم من المكاسب الأمنية التي تحققت في بعض المناطق. وقال كوبيتش في مؤتمر صحفي عقب جلسة مجلس الأمن إن العراق يعاني من مشاكل عديدة ولدت أجواء سلبية في تلبية احتياجات الشعب العراقي. I'm very glad that the Security Council continues with this practice. يسرني جدا أن يواصل مجلس الأمن ممارسة الاستماع لهذا الإيجاز عن العراق كل ثلاثة أشهر، حيث يحتاج العراق إلى أن يوليه اهتماما مستمرا. هنالك مشاكل مستمرة في البلاد، وبرغم وجود بوادر إيجابية عن إحراز القوات العراقية مكاسب في أماكن عدة من البلاد، إلا أن مسلحي داعش لم يتلاشوا بعد، بل على العكس فهم ما زالوا يقاومون بحماس. في تقريري تناولت الإشكالات الحاصلة في عملية الإصلاح السياسي والعملية السياسية في بغداد وكردستان. هنالك مشاكل اقتصادية كبيرة ومشاكل مالية في الموازنة السنوية التي ولدت أجواء سلبية في تلبية احتياجات الناس الاجتماعية. لذا أردت أن ألفت إليها انتباه مجلس الأمن وأن أخاطب المؤسسات العالمية والإقليمية للتدخل ومساعدة البلاد. هذه لسان النواب في سحبه للتفويض الممنوع، بمعنى ان كل هذه القرارات التي اتخذت يجب ان تراجع لتطابقها مع الدستور. يعني الاصلاحات مطلوبه ولكن المطلوب ان لا تتعارض مع السياقات القانونيه الدستوريه، فهذه كلها الان تحت المراجعه والمناصب لم تلغى لحد الان. وينضم الينا في هذا الحصاد السيد علي العلاق القيادي في حزب الدعوه. سيد علي اهلا بك. الإجراءات الحكومية والإصلاحات الحكومية متأرجحة بين الوضع الاقتصادي والوضع الأمني الذي تعيشه البلاد، هذا ما وصفه السيد بيان السيد حيدر العبادي تحديدا لهذه الإجراءات الحكومية، فكيف سيكون وقعها فيما لو استمرت وسط كثرة التجذبات السياسية؟ بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لكم أخي العزيز وللمشاهدين الكرام. لا شك أن الإصلاحات تقتضي وجود مستلزمات لإنجاحها، أحد هذه المستلزمات هو وجود ظروف طبيعية في الواقع الاجتماعي على الصعيد الاقتصادي أو على الصعيد السياسي، استقرار سياسي أو وضع أمني أيضا، وكذلك وجود حالة من التضامن بين الكتل السياسية لإنجاح هذه الإصلاحات. عندما يكون الوضع الاقتصادي أو الوضع السياسي فيه حالة من الضعف، لأن الاقتصاد واضح جدا عندنا مشكلة اقتصادية بسبب انخفاض أسعار النفط أثرت على الموازنة، وتأثيره على الموازنة سيلقي بظلاله على التخصيصات اللي تخصص في هذه الموازنة للوزارات وللمشاريع وللإعمار وللمحافظات، وبالنتيجة تنخفض هذه التخصيصات وتؤثر تأثير بالغ في عملية البناء والإعمار اللي توقعها والخدمات اللي توقعها المواطن العراقي. على الصعيد الأمني أيضا نحتاج إلى أو تحتاج عملية مواجهة داعش والإرهاب إلى تضامن وتنسيق عالي المستوى بين القوات الأمنية وقوات الحج الشعبي والعشائر الكريمة والبيشمركة. يحتاج إلى تنسيق عالي، إذا وجد لا سمح الله خلل في التنسيق هذا سيؤدي بلا شك إلى عرقلة عملية أو التكامل في العملية الأمنية. هكذا في الواقع السياسي إذا لم يتضامن أو لم تتضامن الكتل السياسية ولم تعلن أن تضع يد بيد للوقوف وراء الإصلاحات، أو عندما تبدأ بوضع عراقيل أو تبدأ بتصريحات ربما هذه التصريحات تبدو مضرة أو مشككة في الإصلاحات، ذاك الوقت ربما ينعكس ذلك سلبا على المواطن الذي سيبقى في دوامة وفي حيرة ما الذي يجري. أنا أعتقد أن اليوم وبحمد الله هنالك توجه عام لدى الكتل السياسية بالتحالف الوطني، خارج التحالف الوطني لدينا حوارات جادة مع كل الكتل السياسية، كلها تعلن أنها تقف مع السيد العبادي في إصلاحاته، لكن أيضا نتوقع
نتوقع منها أيضا أن في الواقع التطبيقي والعملي، في واقع التخلي عن الامتيازات، في واقع تمرير المشروعات، مشروعات القوانين في مجلس النواب، تمرير الموازنة في مجلس النواب، نحتاج منها أن تكون جادة أكثر، وبالنتيجة سينعكس ذلك على إصلاحات واقعية. اليوم سيد علي النظرة الدولية قاسمة ممثل الأمم المتحدة يانكوبيتش ألمح إلى وجود عدم ثقة بين الشركاء السياسيين، وكل ذلك يعوق من الإصلاحات الحكومية. هل تخشون فعلا على الإصلاحات الحكومية من عدم استمرارها أو تطبيقها؟ وهل يمكن الحديث عن صيغ مشتركة بين هذه الكتل لدعم هذه الإجراءات بشكل فعال كما ذكرت قبل قليل؟ نعم، أنا في الحقيقة عندي نوع من أنواع التفاؤل في أن ما يجري من إصلاحات سوف لن يتراجع، ودليلي على ذلك هو هذا التأييد الجماهيري العام أو المطالبة الجماهيرية العامة بالإصلاحات، وأيضا المطالبة الأسبوعية من المرجعية العليا بهذه الإصلاحات. وعبر اليوم السيد رئيس الوزراء تعبير جميل، قال أن الإصلاحات هي ضرورة وليست خيار. إذا كانت خيار نعم نختار أن نصلح أو لا نصلح، ما هي ضرورة وملزمة، ملزمة لرئيس الوزراء، ملزمة لحكومته، ملزمة للبرلمان، ملزمة للقضاء، ملزمة لهيئة النزاهة، وملزمة لكافة مؤسسات الدولة، وملزمة لكل كتلة سياسية، بل لكل سياسي عراقي أينما وجد عليه أن يكون جاد وصادق مع الله ومع نفسه في أن يستمر في دعم هذه الإصلاحات. اليوم لقاءاتنا الواسعة مع كل كتل السياسية، هذه الكتل لا تبدي اعتراضا على الإصلاحات، خلينا نكون واضح، لا تبدي اعتراضا على الإصلاحات، وإنما تبدي ملاحظات تطويرية وتكاملية، وتدري أن عملية الإصلاح تبدأ بمرحلة ولكن وتبدأ بالتكامل التدريجي، أيضا هي خبرة وأيضا هي تجربة، فقد تتلكأ في مرحلة ولكنها تتكامل في مرحلة أخرى. احنا بدأ السيد رئيس الوزراء إصلاحاتها في الجانب المالي، وهذه الإصلاحات والحمد لله يعني سارت بوتيرة جيدة، وتم تخفيض رواتب المسؤولين، وتم تخفيض الحمايات، وتم دمج وزارات، هذه خطوات حصلت. الآن بقيت خطوات أخرى أكبر منها، يعني مسألة الفساد ومحاربة الفساد، نحتاج تضامن واقعي. كل كتلة سياسية عندما يعني تعين أو تدقق أو تشخص هيئة النزاهة أن شخصا ما كبيرا أو صغيرا في هذه الكتلة يجب أن يخضع للمساءلة وأن يخضع للمحاسبة أو أن يستدعى للتحقيق، يجب أن لا تقف عثرة أو سدا دون حضوره في هيئة النزاهة أو دون حضوره في البرلمان أو دون حضوره أمام القضاء العراقي. هذا التعاون. أما أن ربما كتل سياسية تخفي مثلا قياداتها أو شخصياتها أو الملفات اللي بحوزتها، هذا أصبح أعتقد لون من ألوان التدليس على الشعب العراقي، ولن يرضى ولن يسمح الشعب بهذا التدليس. طيب، ذكرت بأكثر من مرة مفردة عراقيل، هل تعتقد بأن بعض الوزراء ممن فقدوا مناصبهم هم من يعرقلون الإجراءات الإصلاحية الحكومية تحديدا كردة فعل؟ لا، إلى الآن ربما صدرت تصريحات من بعض السادة الوزراء اللي فقدوا وزاراتهم، ولكنها لم ترقى إلى مستوى الاعتراض أو لم ترقى إلى مستوى التقاطع مع الإصلاحات. يعني بقيت كتلهم، الكتل التي ينتمي إليها السادة الوزراء، طبعا أغلبهم لم يعترضوا، ولكن من اعترض بقيت كتلهم داعمة لهذه الإصلاحات ولم تتقاطع مع هذه الإصلاحات، وإن كان لها ملاحظات. أكرر أن وجود ملاحظات أمر طبيعي، والسماع لهذه الملاحظات أمر ضروري. يعني السيد رئيس الوزراء عندما يريد أن يتكامل في عملية الإصلاح يجب أن يكون له فريق عمل، فريق عمل استشاري قانوني من الوزارات، من الكتل السياسية أيضا، باعتبار أن الكتل السياسية الآن تمثل شركاء في العملية السياسية، ويحتاج السيد رئيس الوزراء أن للتكامل في العملية الإصلاحية أن يستمع لهم. على هذا الأساس السيد رئيس الوزراء قام بعدة لقاءات مفصلة مع كل الكتل، يعني الآن مطلع على أن كل الكتل السياسية في البرلمان أو خارج البرلمان حضرت إلى بيت رئيس الوزراء وتحاورت، وبالنتيجة أدلت بدلوها واستمعت إلى حوارات جادة
عدم يعني او توضيحات جاده من السيد رئيس الوزراء. تحالف وطني يلتقي دوريا مع لكن المعارضه مستمره ولو لم تكن يعني ظاهره. السيد رئيس الوزراء اتحاد القوى قبل ايام حضروا بقياداتهم الى الكريمه طبعا الى السيد رئيس الوزراء، وقبلهم ايضا كتل اخرى سياسيه قد لا تنتمي الى تحالف ولا الى اتحاد القوى ايضا حضرت وسجلت حضورا وابدت ملاحظاتها، والسيد الوزراء منفتح امام هذه الملاحظات يستقبلها برحابة الصدر. طيب بما انك جئت على ذكر اللقاءات التي اجراها السيد حيدر العبادي مع مختلف الكتل السياسيه، سنتوقف عند المنظومه السنيه، ما هي مشكله المنظومه السنيه والعلاقه معهم تحديدا؟ والله اخواننا في اتحاد القوى اللي هم الان تقريبا الممثل السياسي للمكون السني، طبعا اكو كتل اخرى يعني خارج ربما اتحاد القوى، اتحاد القوى الان الشكل الاكبر والمساحه الاوسع من الواقع السياسي السني، الاخوه حضروا عند السيد رئيس الوزراء بكل انتماءاتهم، ممثلين طبعا عنهم حضروا وادلوا بدلوهم وضحوا، كان ربما بعض ملاحظاتهم حول النازحين ومعالجة ملف النازحين وتخصيصات النازحين، العناية أكبر، حل مشاكل النازحين، وتدري يعني السيد رئيس الوزراء أبدى ملاحظة أنها القضية قضية تضامنية، يحتاج لها ميزانية نتضامن في تمرير الموازنة، يحتاج لها إلى تعاون، يحتاج لها إلى دفع وما مع منع وجود فساد في مؤسسات الدولة، يعني أقصد حتى في المحافظات التي ينتمي إليها النازحون. أيضا طرحوا موضوع التوازن وضرورة رعاية التوازن في عملية التغيير التي تجري في الوزارات، وكالات ربما تغير، مدراء عامين يتغيرون، وزراء يتغيرون، أيضا طرحوا ضرورة الحفاظ على التوازن، وأيضا السيد رئيس الوزراء بيّن أنه لم يخل بالتوازن في هذه العملية. أيضا طرحوا مسألة الوثيقة الوطنية وقالوا أن الوثيقة الوطنية تساءلوا في الحقيقة، هل أن الوثيقة الوطنية لا تزال ملزمة وهي برنامج حكومي أم أن الإصلاحات صادرت هذه الوثيقة الوطنية؟ وكان الجواب واضح جدا أن الوثيقة الوطنية جزء من الإصلاحات، بل أغلب الإصلاحات وردت في الوثيقة الوطنية، فالسيد رئيس الوزراء أبدى أنه ملتزم تماما بهذه الوثيقة. وكذلك كان الحديث عن الشراكة في صناعة القرار أو الشراكة على الأقل في الاستيضاح عن ما يجري من إصلاحات، هذه أمثالها من الملاحظات أبداها الإخوة في الاتحاد القوى اللي يمثلون المكون السني. طيب كيف هي علاقة التحالف مع القيادات السنية حاليا؟ وكثيرا ما نسمع الانتقادات المتبادلة. تقصد التحالف الوطني يا أخي العزيز؟ التحالف الوطني نعم. سألتك عن العلاقة بين التحالف الوطني والقيادات السنية، وكثيرا ما نسمع الانتقادات مظهر العلاقة يتمظهر داخل البرلمان من جهة، وأيضا في الحكومة على صعيد الواقع الحكومي التنفيذي بلا شك أن التعاون وثيق بين السيد رئيس الوزراء وبين الكتل السياسية سنية كانت أو شيعية أو كردية تعاون جيد، وتصدر قرارات مجلس الوزراء بحالة من الانسجام والتفاهم جيدة مقبولة. في البرلمان إلى الآن لا توجد تقاطعات شديدة كما كانت في الماضي، يعني واضح جدا أن هنالك تقارب وتفاهم بين الكتل السياسية، يعني بمعنى نلتقي نتحاور، اليوم التحالف الوطني علاقاته منفتحة وجيدة مع كل الكتل السياسية، لم أجد تقاطعا حادا. نعم خلافات تحصل، اليوم الخلاف شيء طبيعي، خلاف حول قانون معين على سبيل المثال قانون الحرس الوطني، تأجل هذا القانون طرحه إلى يعني أيامنا المقبلة باعتبار برز خلاف بين التحالف الوطني من جهة وكيف يريد صيغة هذا الحرس الوطني، وبين إخواننا في اتحاد القوى اللي عندهم صيغة ورؤية ثانية، ولكن هذا لا يعني أن هذا القانون سوف لن يمرر، هذا يحتاج مزيد من الوقت للتفاهم حول قانون الحرس الوطني. قانون المحكمة الاتحادية على سبيل المثال أيضا برز خلاف مع الإخوة في التحالف الكردستاني، وأيضا لا يصل إلى مرحلة التقاطع النهائي. اليوم الموازنة وصلت، وأيضا الموازنة ملاحظات من كل أطراف موجودة عليها وخلافات ربما قد تبرز، ولكن أعتقد أنها لن تعرقل تمرير الموازنة، وهكذا القانون العفو العام
الآن معروض للنقاش عندنا في يوم السبت إن شاء الله، سيعرض قانون العفو العام من جديد للدراسة والمناقشة. نعم سيد علي، ولكن القيادات السنية لو سمحت لي لازالت تتحدث كما ذكرت قبل قليل عن مواضيع مهمة مطروحة على الطاولة السياسية العراقية، عن التوازن، عن حالة الإقصاء، عن مشروع المصالحة الوطنية، عن موضوع الاتفاق السياسي. وأنت تصور بدبلوماسية شديدة العلاقة بين التحالف الوطني والقيادات السنية الأخرى بأنها بأحسن أحوالها. أنا ما قلت بأحسن أحوالها، ولكن قلت لم لا تصل إلى درجة التقاطع. أنا قلت الخلافات موجودة، والخلافات شيء طبيعي في الحياة السياسية وخصوصا حياة ديمقراطية منفتحة، ولكن هذا لا يصل إلى درجة التنابذ والتقاطع والتناكف. لا يوجد مناكفة ولا يوجد تقاطع، وحوارات مستمرة، لقاءات مستمرة. نعم لكل كتلة سياسية رؤيتها، وبالنتيجة هي خلافات، ولكن تحتاج إلى مزيد من الحوار. اليوم قانون العفو العام صحيح أننا نحن مختلفين، بس غدا سنصل إلى قناعة، وأقصد بالغد يعني الأيام المقبلة سيطرح للحوار مرة ثانية، وتصاغ مواده بالتراضي كما صيغت قوانين سابقة اختلفوا عليها فيما سبق. حتى قانون المساءلة والعدالة أيضا سيطرح مستقبلا وسيناقش من جديد، وقانون حظر حزب البعث اللي أيضا احنا نطالب به بشدة أيضا سيطرح، وبلا شك ستكون هناك خلافات حوله. الخلاف أمر طبيعي يا أخي العزيز، أنا لا، لكن هذا لا يعني أن التقاطع وصل لمرحلة إيجاد ما يسمى في العرف السياسي بالأزمة السياسية. نحن لسنا في أزمة سياسية ولسنا في تقاطعات، نحن في خلافات حول بعض الفقرات تحتاج إلى عناية أكبر وإلى حوار أكبر. طيب هل الاختلاف مع القيادات السنية، هذا الاختلاف الذي لم يصل إلى مرحلة التقاطع، بسبب عدم اقتناعكم بوجود قيادة سنية فاعلة؟ هل تعتقدون بأن القيادات السنية تائهة نوعا ما أم ماذا؟ لا أعتقد كذلك. يعني هنالك قيادات سنية محترمة. اليوم السيد رئيس مجلس النواب الدكتور سليم الجبوري الرجل يحظى باحترام كبير في الساحة العراقية على الصعيد السياسي والاجتماعي أيضا، وأيضا هنالك كتلة ملتفة حوله احنا نتحاور معها باستمرار. اليوم قيادات سنية أخرى في الكتلة الوطنية العراقية أيضا موجودة، وهذه الكتل أيضا نتحاور معها بشكل مستمر، وأيضا ربما تكون قيادات سنية مستقلة. هنالك قيادات سنية عشائرية، يعني ليس بالضرورة أن تكون ممثلة في البرلمان أو أن تكون ممثلة في الحكومة، لأن قيادات أكاديمية وقيادات عشائرية نلتقي معها ونتحاور معها. اليوم هنالك قيادات سنية تقود حشد شعبي سني، أنا أسف أن أسمي حشد شعبي سني أو شيعي، ولكن أيضا هذا لتقريب الفكرة، أن الحشد الشعبي اليوم يضم في طياته عدد كبير من المقاتلين وأبنائنا وأنفسنا من إخواننا السنة، وقيادات سنية مقاتلة شجاعة كما يقاتل الشيعي في الحشد الشعبي ببطولة وشجاعة. الحشد الشعبي أيضا السني يقاتل، وكذلك الحشد الشعبي المسيحي، عندنا حشد شعبي إيزدي، هذه الحشد الشعبي موجود الحمد لله. فمقصودي أن القيادات السياسية والكتل السياسية السنية موجودة وتمارس دورها. نعم يحتاج لها هي أن تنسق فيما بينها، يحتاج للقيادات السنية أن تعثر على أو تصل إلى قناعة بتقريب وجهات النظر فيما بينها، والظهور بمظهر موحد أكبر كي نستطيع أن نوحد المواقف فيما بيننا كعراقيين. طيب أنت تحدثت تحديدا سيد علي عن القيادات السنية في الداخل، ماذا عن الأسماء السنية والقيادات السنية البارزة في الخارج؟ ألا يقف التحالف الوطني عائقا أمام عودة أسماء بارزة سنيا من خلال مواضيع وملفات الاجتثاث والإقصاء وإلى ما هناك؟ والله أنا شخصيا مقتنع، ومعي عدد كبير من إخواني من المكون السني أتحدث معهم في هذا، حتى قيادات سنية تحدثت معهم في هذا الإطار. نحن مقتنعون من أن عملية التصدي السياسي في داخل العراق لو تتكامل بشكل نموذجي ويحصل حالة من التفاهم والانسجام داخل العراق والتحالف الوطني واتحاد القوى وباقي الكتل السياسية ينسجمون فيما بينهم، هذا سيعطي انطباع جيد لمن هو موجود في الخارج، وبلا شك سيندفع الموجود في الخارج أن يلتحق بالعملية السياسية.
اليوم هنالك كانت نظرة سلبية، دعني أن أقولها بوضوح، نظرة ربما لا تزال إلى عند البعض إلى الآن، أن من يقود، وأعتذر لإخواني وأحبائي سنة العراق، هنالك تصور يقول أن سنة الخارج الموجودين في الأردن يعني عمان أو في بيروت أو في الإمارات أو في قطر أو في السعودية هم من يقود سنة العراق. هذه النظرة يعني ألقت بظلالها فترة طويلة على واقع العملية السياسية وخيبت أمل كثيرين من أن يحصل تطور، باعتبار أن الذي يجلس في الخارج قد لا يرى أو لا يتحسس هموم ما في الداخل. أن يعتقد اليوم النظرة بدأت تتغير نحو أن السنية الداخل كما الشيعة ينطلقون في عملية سياسية متينة بانفتاح وتفاهم وثقة عالية فيما بينهم، هذا من شأنه أن يعطي فرصة للسياسيين اللي في الخارج المقطعين عن عمل السياسية أن هم أيضا يعيدون النظر في حساباتهم وفي ارتباطاتهم وفي أجندتهم ويتحركوا على الواقع. طب بالمناسبة عندنا اليوم مشروع مصالحة جيد، اليوم السيد رئيس الوزراء ويشرف بشكل مباشر على هيئة المصالحة الوطنية العراقية طبعا اللي خاضعة لإدارة الحكومة العراقية، وهذه الهيئة لديها مشروع مصالحة ممتاز وبالتنسيق مع الأمم المتحدة، وتحركوا على القيادات خلينا نسميها المعارضة أو السنية الموجودة في عمان، وذهبوا إلى دول خليجية أيضا، وذهبوا إلى بيروت والتقوا في أماكن متعددة، التقوا مع هذه القيادات وتحاوروا حول مشروع معاد. هنالك مشروع الآن أعد من قبل هذه القيادات، يعني من قبل هيئة المصالحة والأمم المتحدة، وعرض على هذه القيادات السنية، وهنالك الآن خطوات رائدة في هذا الاتجاه. نأمل أن تتعزز بمؤتمر وطني عراقي عام، مؤتمر وطني عراقي عام يعزز الوحدة الوطنية ويعيد الثوابت والمبادئ ويرسم مستقبل العراق السياسي على أساس التفاهم والوحدة الوطنية لا على أساس التقسيم. اليوم هنالك من يسعى لتقسيم العراق متذرعا بذراع الخلاف والتهميش وما إلى ذلك، وهنالك من يدعو، لأن خلافنا اللي صار أو اعتراضنا على الكونغرس الأمريكي اللي يدعو شخصيات لا دور لها في الحياة السياسية في العراق ولا قيمة لها، بل ملاحقة قضائيا تدعى إلى الكونغرس لأن تصنع قرار على الصعيد الأمني أو العسكري أو السياسي في العراق، في حين أن في داخل العراق اليوم شخصيات رائعة، شخصيات كبيرة سنية قادرة على أن تحدث تغيير وأن تتواصل مع شعبها بشكل مباشر، بل حتى اخواننا اللي في السنه اللي في الخارج، احنا لا نعترض على المخلصين والوطنيين واللي عندهم قدره ان يعودوا الى بلدهم ويساهموا بجد في انجاح الواقع السياسي العراقي. طب هل لديكم مانع، طالما جئت على ذكر هذا الكلام، هل لديكم مانع من اداره وقياده القيادات السنيه في الخارج للقيادات السنيه الداخليه، طالما هناك جمله موانع من عودتهم الى العراق والعمل والالتحاق انطلاقا من التشجيع الذي ذكرته قبل قليل للعوده؟ لا يمكن التعامل، يعني احنا كنا في ابناء وطن نعيش في داخل العراق، اللي يريد ان يتعامل معنا يتعامل معنا من داخل العراق. اليوم القيادات السنيه موجوده في الداخل، اليوم من الذي يدير البرلمان العراقي؟ السيد رئيس المجلس، مجلس النواب العراقي يدير البرلمان، وشخصيه قياديه سنيه مؤثره، معه عدد كبير من القيادات السنيه الموجوده في الحكومه، عندنا وزراء سنه كبار مهمين جاي نتعامل معهم بكل انفتاح، هؤلاء قادات قادة حقيقيون، وبالنتيجة أن نتعامل معهم بكل انفتاح. أما قيادي سني يجلس خارج العراق لأجندة أو لوضع خاص، عليه أن ما معناه أن ينسق علاقته مع إخوانه في الداخل لا على أساس التحكم بمسارهم أو توجيههم من الخارج، وإنما على أساس تفاهم حول مشروع وطني عام داخلي داخل العراق، وربما يدعو هؤلاء القادة السياسيين في الخارج أن يرجعوا ويعودوا للعراق للمساهمة في بناء العراق الموحد. طيب أمنيا، طالما جئت قبل قليل على ذكر الوضع الأمني الذي يمر به العراق، اليوم السيد يعني الأديب حذر من بعض عمليات تحرير المناطق وخصوصا فيما يتعلق من سنجار وضمها إلى إقليم كردستان، هل لديكم أدنى تخوف من هذا الموضوع بعد عمليات التحرير؟ يعني منشأ التخوف هو تصريحات صدرت من قادة من إخواننا في كردستان، وتدري أن السيد مسعود البرزاني قبل فترة كان يقول أن المناطق التي نحررها بأيدينا سنلحقها بكردستان، وهذا تصريح من أكبر مسؤول في إقليم كردستان، وكذلك قيادات سنية أخرى
يعني اقل مستوى، صرحت بهذه التصريحات، ربما حتى في البيشمركه هنالك من صرح هذه التصريحات، هذا يبعث على القلق. نعم نعلم ان هذه التصريحات ربما تكون ضاغطه، ربما تكون وراها يعني اهداف سياسيه لتحصيل وتحقيق مكاسب، ولكن يبقى احنا عندنا قلق مشروع ان كيف نحافظ على كركوك عراقيه، يعني بمعنى ضمن اطار الدستور العراقي، لا ان تلحق بالقوه أو ألحقت كركوك بالقوة في كردستان، معنى ذلك تجاوز صارخ على الدستور العراقي، هذا معنى قهر للعرب الموجودين في كركوك، وقهر وإكراه للتركمان الموجودين في كركوك، وبالنتيجة المادة 140 ترفض رفضا باتا أن يكون عملية إلحاق كركوك بكردستان عبر القوة، هذا خلاف الدستور. وهكذا سنجار مثلا اللي هي مدينة يعني عراقية تابعة لمحافظة الموصل، ويفترض أن ضمن الأجندة أو ضمن الوضع الإداري أن تلحق بالموصل، إلحاقها بالإكراه إلى كردستان بلا شك سيكون مرفوض من جانبنا. نعم إحنا نشد على أيدي المقاتلين البشمركة، ونشد على ايد اي مقاتل من الايزديين والمسيحيين جاي يقاتلون دفاعا عن سنجار وعن اي بقعه من اراضي العراق الحبيب، لكن لا نرضى ولا نوافق ابدا ان تلحق هذه الاراضي قهرا وزورا في كردستان العراق. السيد علي العلاق القيادي في حزب الدعوه، شكرا جزيلا على هذا الخضم. الاخبار مستمره من الشرقيه نيوز. لملاحظاتكم حول مضامين الأخبار راسلونا على rai@الشرقية.com. يا هاي بغداد كف، يعني سيتنكر مال ما يفارق يسحبه، ليش؟ يا هاي الوجه كنت الحكي وجهه للأمانة، يعني الله ما يقبل هاي بغداد وباب الشرق بالوسط هذا المي والجيفة، بس سيارة واحدة واسحبها وانتهي. أهلا بكم من جديد. أرجأ مجلس النواب العراقي القراءة الثانية لمشروع قانون تحديد ولايات الرئاسات الثلاث، ودعت رئاسة البرلمان إلى عقد جلسة عاجلة الأسبوع المقبل لرؤساء الكتل النيابية من أجل اتخاذ موقف نهائي بشأن القانون. وحضر الأمين العام لمنظمة بدر هادي العامري إلى جلسة البرلمان الخميس، وقدم شرحا عن العمليات العسكرية التي يشارك فيها الحشد في مقاتلة تنظيم داعش. ولو البعض يشكل عليه يقول أنت تتحدث عن العمليات قبل فترة، نعم أحد الأسباب الحقيقية التي تجعلنا نتنازل عن مبدأ من مبادئ الحرب وهو مبدأ مهم، مبدأ المباغتة، هو حفظنا وحرصنا الشديد على السكان المدنيين، ونضطر مرات نعلن أنه سنتوجه إلى هذه المنطقة من أجل نترك المجال والفرصة المناسبة إلى المدنيين بترك المنطقة. بعد سقوط الرمادي للمرة الأولى وقد يكون أدى إلى زعزعة الأمن بعد الانتصارات الكبيرة التي تحققت في تكريت، اليوم كل الخيارات مفتوحة أمامنا، مفتوح خيار التوجه باتجاه جنوب كركوك وتحرير هذه المناطق بشكل كامل، مفتوح أمامنا، لا يوجد شيء يمنعنا من التقدم باتجاه الموصل، والمنطقة كلها منطقة صحراوية والأرض تقريبا سوية، وممكن التقدم، والعدو لا يستطيع خصوصا داعش لا يستطيع أن يقاتل إلا في المناطق المبنية أو في المناطق اللي بيها بساتين مغابات، وكذلك ممكن التقدم باتجاه حديثة والقيام بعملية تحرير واسع إلى محافظة الرمادي. كل الخيارات موجودة، نحن الآن مع دولة رئيس وزراء، مع الأخوة في الأجهزة الأمنية في وزارتي الدفاع والداخلية، نبحث كل الخيارات التي ممكن أن تكون للمرحلة القادمة. طلب أمين عام منظمة بدر هادي العامري بزيادة موازنة الحشد الشعبي، وقال إن الأمن يجب أن يكون أولوية وبدونه لا يمكن معالجة الأزمة الاقتصادية أو حل أزمة النازحين. أيها الأخوة والأخوات، بكل صراحة اليوم موضوع الموازنة نحن نعلم على إعلان أحد نواب هذا البرلمان، وكنت منذ الأول الوجبة الأولى واكبت هذا البرلمان وأعرف مشاكلنا في الموازنة، وخصوصا اليوم نمر إحنا بمشكلة اقتصادية حادة، ولكن الأمن يجب أن يكون
مقدمة الجميع. بدون أمن لا يمكن أن نعالج المشكلة الاقتصادية، وبدون أمن لا يمكن نعالج هذه المشاكل المستعصية للنازحين والتي هي أصبحت مشاكل حقيقية يعاني منها الناس. لذلك أمننا الأولوية للأمن، وبشكل عام الدفاع الداخلية والأخوة في الحشد الشعبي أمننا أن تصير الموازنة الحقيقية القادرة على أن يؤدون واجبهم. اليوم إحنا عندنا مشكلة، مشكلتين حقيقية. مشكلة الأعداد غير كافية. اليوم إحنا نمسك مناطق واسعة في ديالة، في كركوك، في صلاح الدين، في محيط بغداد، وقلنا إلى دولة رئيس الوزراء إذا أكو الأجهزة الأمنية الشرطة والجيش مستعدين أن يمسكون بدل عنا ونحن نقوم بعمليات التحرير مستعدين. مش مشكلة الأخوان في الجيش هم عندهم معاناة، الأخوة في الشرطة هم عندهم نفس المعاناة. لذلك أملي أن الأعداد ما تقل، بل حافظ على الأعداد، بل نزيد العدد. يشكو أهالي مدينة سامراء كبرى مدن محافظة صلاح الدين من حصار قالوا إنه يحيط بمدينتهم بحواجز كونكريتية، فضلا عن تقطيع الأحياء إلى أوصال في صورة مشابهة لبغداد قبل نحو عامين. ويقول سكان محليون إن القطع مستمر على الرغم من الاستقرار الأمني النسبي الذي تشهده مناطق سامراء. التفاصيل في تقرير مراسلنا عبد السميع عزاوي. منذ أشهر عدة وأغلب مناطق مدينة سامراء مقطوعة بحواجز كونكريتية وضعت بعد حوادث أمنية شهدتها بعض الأحياء، واستمرت حتى بعد أن شهدت هذه المناطق استقرارا أمنيا نسبيا، وضاق الناس بها ذرعا إثر منع الدخول والخروج إلى الحي إلا من منفذ واحد. والله طالب بفتح كل الطرق الداخلية اللي بسامراء، وهذا اللي يريده، لأنه تدري الاختناقات المرورية موجودة. هاي ما دام يا سامراء تصورها كلها بصبات ونقاط تفتيش، فماكو داعي للنقاط الموجوده داخل الفروع وداخل ضباط الشهداء جبيريها كلها موجوده، والمدارس هاي والاطفال والطيانه تعرف هالشغلات هاي. اول شيء احنا على باب الله، الطرق مسدوده، صارت الناس بعيده علينا وعلى التسويق من عندنا، ونعاني من كثير من هاي الامور، لان يعني احنا يعني على باب الله. الحكومه المحليه شاطرت الاهالي الاراء واكدت ان غلق الاحياء وتقطيع اوصال المدينه لا يعد حلا مثاليا للمشاكل الامنيه، مشيره الى ان هنالك تنسيقا مع الجهات الامنيه لرفع الحواجز وتخفيف هذه المعاناه. حقيقه في تقديري انه غلق الطرق ليس حلا، وانما المعلومه الصحيحه والتعاون من قبل المواطنين في إيصال المعلومة إلى القوات الأمنية هذا هو الحل، وجهد الاستخباري الذي أيضا يؤدي إلى السيطرة على كثير من الحالات اللي موجودة قد يكون هناك خلايا نائمة. أكو إن شاء الله خطة لفتح الطرق الرئيسية وخاصة ما يتعلق بالمدارس وحضور الطلبة والتلاميذ كذلك، ليش يعني تسهيل ذهابهم ويابهم من المدارس يكون سهل الذهاب والإياب مع أمنية الحفاظ على نفس التلاميذ، يعني الحفاظ على أمنيتهم ذهابهم للمدارس وخروجهم تكون همة أمن لهم حماية بالذهاب والخروج. فإن شاء الله أكو خطة أمنية جديدة لما يتعلق معالجة غلق الطرق وفتح الطرق إن شاء الله قريبا. هذا وخلق قطع الطرقات وغلق مداخل الأحياء زحاما كبيرا في العديد من تقاطعات المدينة التي اكتظت بها السيارات هربا من الطرقات المقطوعة والإجراءات الأمنية في الأحياء المذكورة. للشرقية نيوز عبد السميع عزاوي سامراء. يعني وزير صحة ما يعرف يسحب المي، بس بتبع على وزير الصحة. عايز اسال هاي السؤال، يعني شنو من ناحية الصحة؟ يعني الطب الجوي شوف شنو مثل وضعية وضع يلعبوا وضعيتهم شنو؟ كل شيء ماكو. بفلوس الأمانة أقول لك إياها، تلملع على 5000 دينار يجيك. 5000 يلمون بيت يجي أبو الشابطة يسحب. أهلا بكم من جديد. قال عضو هيئة رئاسة البرلمان العراقي همام حمودي إن وزارة الداخلية تتحمل المسؤولية الكاملة عن تكرار ظاهرة الاستيلاء على الأموال العامة من قبل العصابات المسلحة. وأكد حمودي في بيان له أن الحفاظ على هيبة القانون والدولة من أهم واجبات الجهات الأمنية، وأنه يحذر من الإخلال بها من خلال ازدياد ظاهرة الاستيلاء على الأموال العامة من قبل العصابات المنظمة.
ودعا حمودي وزارة الداخلية لاتخاذ إجراءات حاسمة وعاجلة للحد من ازدياد ظاهرة الاستيلاء على الأموال العامة، وقال إن الوزارة تتحمل المسؤولية الكاملة في تكرار هذه الخروقات، فضلا عن أن ذلك يكشف مدى فشل المسؤول في أداء مهامه وعليه يجب المحاسبة. نعم، بيان أبلغ رئيس ائتلاف متحدون أسامة النجيفية السفير الأمريكي لدى العراق ستيوارت جونز بأن تنفيذ الاتفاق السياسي الذي تشكلت بموجبه الحكومة الحالية كفيل بحل الكثير من الأزمات التي تعصف بالعراق حاليا. وطالب النجيفي أثناء لقائه السفير الأمريكي بحسب بيان لمكتبه طلب بأن يتم تسليح أبناء المناطق التي سيطر عليها تنظيم داعش بما يتناسب مع ظروف المعركة وبطريقة تضمن تحقيق النصر. ونرحب الآن بالسيد خالد المفرجي القيادي في اتحاد القوى والنائب عن محافظة كركوك. سيد خالد، مرحبا بك في حصاد الليلة. أبدأ معك من موضوع النازحين، يعني هذا الملف يعاني الكثير من المشاكل، هناك تقصير في معالجة هذا الملف منذ سنة تقريبا، وحتى الآن يعني لا توجد هناك بوادر أمل لحل هذا حل هذه المعاناة. اليوم من يتحمل المسؤولية؟ هل نواب هذه المحافظات التي نزحوا منها يتحملون هذه المسؤولية أم الحكومة أم المجتمع الدولي؟ بسم الله الرحمن الرحيم، شكرا لهذه الاستضافة، تحية لكم ولمشاهدي قناة الشرقية الكرام. يعني حقيقة مشكلة النازحين في العراق المفروض تكون المشكلة العالمية رقم واحد. اليوم لا يوجد بلد بالعالم كله في نازحين بهذا الرقم المخيف، انت تتكلم عن 3 ملايين، وانا شخصيا اقول انه عدد النازحين في العراق اذا ما ايضا اضفنا لهم النازحين الموجودين ضمن سيطرة التنظيمات الارهابية هم اكثر من 4 ملايين، فبالتالي انت تتكلم عن رقم مخيف جدا. ولكن مع الاسف الشديد كل المستويات الداخلية والخارجية تعاملت ببرود ايضا مخيف مع هذا الملف، وحتى الحكومة العراقية المسؤولة الأولى عن هذا الملف اليوم هي إلى هذه اللحظة هي لا تتوفر عندها خطة واضحة اتجاه هذه الأزمة. اليوم وزارة الهجرة والمهجرين في وادي، وملف النازحين في وادي. اليوم مجلس النواب العراقي عاجز عجز كامل أن يحاسب الذين لم يوفقوا والمسؤولين عن هذا الملف، وبالتالي أنا أعتقد أن هذه الأزمة ستستمر. لا توجد بوادر حل حقيقية لهذه الأزمة. اليوم ليس فقط تحدي الأمطار هو الموجود فقط، بل تحدي البرد. وكالة ناسا قبل أسبوعين نشرت في موقعها أن أقصى موسم برد على تركيا والعراق سيكون هذه السنة. ما هي استعدادات وزارة الهجرة والمهجرين والحكومة العراقية عن هذا الأمر؟ فبالتالي الكل مسؤول، لكن بدرجات. الدرجة الأولى الحكومة وتحديدا وزارة الهجرة والمهجرين، والدرجة الثانية المجلس النواب العراقي، والدرجة الثالثة نواب هذه المناطق. ارفعوا صوتكم، طالبوا وحاسبوا كل من بيده ملف أزمة النازحين. يجب أن يكون الأمر واضحا للشارع العراقي. هي هذه حقيقة أزمة النازحين بالعراق، لا يوجد لها بوادر حل. كل المستلزمات الموضوعة لأزمة النازحين هي ضعيفة وبالية ولا تسد نسبة 1% من أساس المشكلة. لذلك أنا غير متفائل بهذا الموضوع، وأتكلم بهذه الصراحة حتى أدق جرس إنذار لوزارة الهجرة والمهجرين وللجنة المهجرين ولمجلس النواب وللحكومة العراقية أن ينتبهوا إلى هذه المسألة، وهي بالأخير المفروض مسألة إنسانية. يعني الإنسان قبل أن يكون عضو مجلس النواب أو يكون وزير أو يكون رئيس وزراء يحاسب ضميره على هذا الملف. مع الأسف الشديد هي أزمة يعني لم ترعى اهتماما حقيقيا من الحكومة العراقية أولا، ولم ترعى اهتماما حتى من الأمم المتحدة. إلى هذه اللحظة الأمم المتحدة تعاملت بشكل كبير جدا مع ملف النازحين السوريين،
مع ملف النازحين الفلسطينيين، مع ملف النازحين الأفغان، لكن مع ملف النازحين العراقيين لم نرى مؤتمرات دولية بهذا الخصوص، لم نرى يعني مؤتمرات عالمية تبين حجم معاناة النازحين العراقيين. ولذلك أنا أقول على الكل أن ينتبه إلى هذا الأمر، وإلا فإننا حقيقة، هذا الكلام الذي سأقوله، أمام كارثة حقيقية، سوف تحدث حالات وفاة بالجملة أمام النازحين، ونحن نستقبل بعد أيام باردة، برد قاسي جدا، لا تستطيع الخيم البالية الموجودة الآن أن تحمي النازحين من البرد، ولا يمكن لهذه الهياكل المتهدمة أن تحمي النازحين من البرد، ولا تتوفر مدافئ نفطية أو غازية لتوفير الحرارة للنازحين. وبالتالي يا إخوان، علينا جميعا، وأنا أدعو قناة الشرقية صاحبة المواقف الإنسانية، أن تتبنى مشروعا إعلاميا كبيرا جدا لإيقاظ ضمير العالم الميت اتجاه أزمة النازحين. نعم، نحن بحاجة إلى حملة إعلامية لإيقاظ الضمير الميت اتجاه النازحين. اليوم 3 ملايين نازح مهدد بأنه لا يستطيع الخروج من موسم الشتاء هذا. نعم سيد خالد، يعني ننتقل إلى موضوع الإصلاحات. العبادي، أبلغكم بأن وثيقة الاتفاق هي جزء من عملية الإصلاح، يعني هذه الوثيقة التي لطالما كانت محل جدل بين الكتل السياسية، هل معنى ذلك بأن هذا تعهد من قبل العبادي بتنفيذ هذه الورقة كما قدمها اتحاد القوى؟ طبعا وثيقة الاتفاق السياسي يعني هي إضافة إلى أنها تضمنت موافقة الكتل الثلاثة الرئيسية، تحالف القوى العراقية، تحالف الوطني بكل تفاصيله، والتحالف الكردستاني أو ائتلاف القوى الكردستانية بكل تفاصيله أيضا. هي في نفس الوقت تعطي رسالة لكل المشككين بمواقف السنة على أنها مواقف غير موحدة. وأنا قبل قليل سمعت كلام لزميلي وشيخنا الأستاذ علي العلاق بهذا الخصوص. اليوم مواقفنا احنا متوحدة بهذا الأمر، والاتفاق الذي يتضمن ورقة الاتفاق السياسي يعني لو تم تنفيذه على أرض الواقع وليس كلام فقط في الفضائيات، أنا أعتقد كنا قادرين على تجاوز أزمتنا السياسية، كنا قادرين تجاوز أزمتنا الاقتصادية، كانت مشكلة النازحين قد حلت، كانت مسألة عودة النازحين إلى ديارهم قد حلت، مسألة تواجد السنة في الحشد الشعبي أم لا قد حلت. ولكن مع الأسف الشديد تم التعامل مع هذا الأمر بنفس الطرق السابقة من التسويف والمماطلة، وإلى هذه اللحظة لم يتم تنفيذ ولا بند من البنود الأربعة: المساءلة والعدالة، الحرس الوطني، العفو العام، التوازن بمؤسسات الدولة. لا، بل على العكس، زادت هذه المماطلة والتسويف من الطين بلة، بحيث أصبحت المشاكل أكثر تعقيد، وانعدام التوازن ترسب بالمؤسسات العراقية. اليوم الحرس الوطني أصبح بعيد المنال، اليوم المساءلة والعدالة أصلا لم تطرأ على لسان نائب أو مسؤول بالدولة. اليوم العفو العام يتم طرحه للقراءة الثانية، فقط قرأ تقرير على خجل، وإحنا طبعا مقدما نقول غير راضين عن ما موجود في هذا التقرير وحتى في النسخة الموجودة في العفو العام. وبالتالي اليوم نحن لسنا بإطار أن نتكلم، اليوم يجب أن ننتقل إلى تطبيق ما نتكلم. يعني أما يكفي كل هذه الفترة كلام؟ أين الفعل؟ متى ستنتهي مشاكل العراق؟ وبالتالي اليوم رسالتنا إلى السيد العبادي، ونحن منذ البداية قد دعمناه ولازلنا إلى هذه اللحظة لدينا كتلة وزارية جزء من حكومته، ولدينا كتلة نيابية لطالما أيدت الإصلاحات التي يعني طالب بها السيد العبادي، ولكن في نفس الوقت مطلوب أيضا تحقيق للوعود على أرض الواقع. اليوم لدينا نازحين ينتظرون منا أفعالا وليس أقوالا، اليوم مطلوب مني من الجماهير تنتظر أن يكون لها تواجد في مؤسسات الدولة. اليوم بسبب المساءلة والعدالة آلاف من أبنائنا وأبناء مناطقنا محرومون من أن يكونوا متواجدين في مؤسسات الدولة. اليوم أيضا
بسبب الامور الاخرى نحن لسنا الى هذه اللحظه سيد خالد يعني القرار لو سمحت لي يعني انت تلقي باللوم على الحكومه في عدم تنفيذ وثيقه الاتفاق السياسي وانت تقول بان الجماهير تنتظر من انتخبوهم يعني اي فعل تجاه هذا الموضوع، يعني لماذا لا تلقي اللوم على من قدم هذه الورقه؟ هناك ضعف في الضغط على الحكومه من اجل تنفيذ هذه الورقه، لماذا تلقون اللوم فقط على الحكومه بانها لم تلتزم في تنفيذ هذا الاتفاق؟ يعني احنا بالتاكيد لازلنا جزء من المنظومه السياسيه الموجوده بالبلد وندرك حجم الأخطار والتحديات المحدقة أيضا بالبلد، وبالتالي لا نريد أن نكون في يوم من الأيام سببا بانهيار هذه المنظومة الموجودة التي لربما تؤدي في نهاية الأمر إذا بقي الحال على هذا الوضع إلى تقسيم البلد. لا نريد أن نحمل أنفسنا والآخرين مسؤولية ما سيحدث بالمستقبل، ولهذا احنا دائما نعطي فرصة للحكومة ودائما نقول ونذكر الحكومة انه يجب ان تكون هنالك اجراءات على ارض الواقع حتى نضع حد لهذا التدهور الموجود. احنا طبعا في وقت التفاوض على اثناء يعني اثناء تشكيل الحكومة هذه الورقة تعتبر ورقة نموذجية، ووقت التفاوض التحديات الموجودة الان أمام الحكومة وأمام العملية السياسية برمتها هي أيضا موجودة. يعني إحنا عندما خلينا ورقة الحقوق أو وثيقة الاتفاق السياسي داعش كانت موجودة، وبالتالي لا يتحجج أحد بوجود داعش وتهديد داعش. والظرف الاقتصادي الموجود يعني أثناء تشكيل الحكومة أيضا لا يستطيع أحد أن يتحجج بهذا الأمر، فأصبح لزاما على الحكومة وعلى من يدعم الحكومة أن يلتزم أيضا باتجاهي أنا، لأنه أنا أصبحت جزء من هذه الحكومة وشريك في الحكومة بناء على هذه الاتفاق، وأنا أيضا لا أريد أن أحد يتنصل من التزاماته اتجاهي عندما يمرر شيئا في الحكومة في مجلس الوزراء وهو يعلم علم اليقين أن هذا الأمر لا يمكن تمريره في مجلس النواب، لا يمكن لكتلة تحالف القوى العراقية والكتل الوطنية المؤيدة لها أن توافق عليها. مثلا اليوم موضوع الموازنة، كيف لقوى تحالف القوى العراقية أن يقبل بتمرير الموازنة الاتحادية وهذه الموازنة الظالمة لأهلنا النازحين؟ هذه الموازنة لن تضمن شيئا لتواجد سني حقيقي في صفوف الحشد الشعبي، هذه الموازنة أيضا لم تعطي فرصة لأبناء المناطق المتضررة أن يفكروا أنه بالمستقبل الدولة تفكر بإعمار مدنهم. صندوق إعمار العراق لا يوجد له تخصيص في الموازنة الاتحادية الجديدة، وبالتالي اللوم لا يقع علينا، اليوم اللوم يقع على من يتحمل المسؤولية ومن بيده القرار. النصح قد قدمناها والفرص قد أعطيناها، وإحنا لازلنا مستمرين في الحوار مع أخواننا في التحالف الوطني لأن القناعة عندنا متوفرة قناعة كاملة بأن هو الحوار في الأخير هو السبيل الوحيد لحل كل مشاكلنا، ولكن إلى متى يستمر هذا الحوار؟ إلى متى نستمر فقط نتفاوض ونتفق ولا يتم تنفيذ الاتفاق؟ بالحقيقة إحنا أمام نعم مشكلة، وهذه المشكلة يعني قد أصبحت مزمنة. نعم سيد خالد يعني ماذا حل حقيقي اليوم؟ الكل ينتظر نتائج حقيقية من الحكومة. يعني أنت جزء من هذه الحكومة، إذا أنتم متهمون أيضا بالتقصير. نعم احنا طبعا لوش قد ما نقدم من خدمة لأهلنا احنا مقصرين، لأن اللي شافوا أهلنا وخاصة في المناطق الساخنة عموم العراق ولكن المناطق الساخنة، يعني لوش قد ما نقدم لهم من خدمة وش قد ما نقدم لهم من أداء احنا مقصرين بحقهم، ما نقدر نرفع عنهم حجم المعاناة الموجود. ولكن لنكن منصفين أيضا مع أنفسنا، ونريدكم أنتم الرأي العام أيضا أن تنصفونه. اليوم أنا إذا أتفق مع شركائي على وثيقة على ورقة على بنود على أمور نعتقد أنها خلاص لأهلنا في عموم العراق، ومن أحد إليه المسؤولية لا يلتزم، فما هو فعلي؟ ثم لست أنا الكتلة الأكبر في البرلمان حتى أتي برئيس الوزراء وأتي بالمسؤولين في السلطة التنفيذية وأحاسبهم على الصغيرة والكبيرة. اليوم لاحظي من استجوب إلى البرلمان العراقي من أي كتلة؟ يعني معقول اليوم الفساد
اللي استشرى في كل مفاصل دولة العراق وجمهورية العراق هم وزراء هذه الكتلة، أيعقل هذا الأمر أم أن الفساد يعني موجود في كل وزراء الكتل وفي كل وزارات الكتل السياسية المشتركة في الحكومة؟ لماذا لا يأتون ولماذا لم يتم استجواب الوزراء من الكتل الأخرى؟ إذن الموضوع واضح ولكن الإنصاف غائب. يا أخوان انصفونا وقفوا معنا، نحن نريد أن نرفع الظلم عن أهلنا وعن أنفسنا. اليوم بدأ واضحا للعيان أن هنالك فئة مظلومة، والله إن لم يرفع هذا الظلم عن هذه الفئة بكل تفاصيلها السياسية العشائرية الدينية المجتمعية، والله سوف يبقى العراق بهذا الوضع. اليوم ليس وضع الجنوب بأفضل حال من وضع الشمال، وليس وضع كردستان بأفضل حال من البصرة، وبالتالي علينا يا إخواني أن نتعاون لرفع الظلم الموجود علينا. نحن أمة مظلومة في هذا البلد وأقولها بمنتهى الصراحة، فليتعاون معنا إخواننا لرفع هذا الظلم، وإلا فإن لا علاج لمشاكل العراق. اليوم النازحين يعقل؟ يا حكومة يا من مررتم الموازنة داخل مجلس الوزراء، ملايين النازحين، ملايين المشردين، ملايين الأطفال والنساء والمرضى في خيم لا تضع لهم الأولوية في ميزانتكم، وتضعون الأولويات لأمور أخرى نعتقد أننا قادرين على تأجيلها ونعتقد على أننا قادرين على تجاوزها، ولكن هؤلاء المساكين من لهم غيركم بعد الله سبحانه وتعالى؟ فإذا أنتم تنصلتم عن مسؤوليتكم ماذا نفعل نحن؟ الميزانية وغيرها من الأمور الأخرى نعتقد أنه إذا ما عدلت الأمور فعندئذ سوف تجدوننا حقيقة نقدم أداء أفضل لأهلنا وقادرين على أن نواجه التحديات، ولكن في ظل عدم التعاون وعدم الالتزام بالاتفاقيات حتى إن ذهبت أنا وأتى بغيري سوف يفشل، وبالنتيجة الفشل سينعكس ليس فقط علي وعلى محافظتي وعلى مناطقي وعلى من أمثلهم، لا، الفشل سوف ينعكس على الكل، وهذا ما لا نتمناه للعراق ولا للعملية السياسية. نعم السيد خالد المفرجي قيادي في اتحاد القوى ونائب عن محافظة كركوك كنت معنا، شكرا جزيلا لك. الأخبار مستمرة من الشرقية نيوز. لملاحظاتكم حول مضامين الأخبار راسلونا على رأي@الشرقية.com. تنتشر برك من المياه الأمطار الآسنة في مركز بغداد على الرغم من إعلان أمينة العاصمة ذكرى علوة شن كوادرها نجحت في استيعاب المياه بعد مرور أكثر من أسبوعين على هطول الأمطار. بغداديون أبدوا استغرابهم من أن الطريق الذي تسلكه الأمينة كل يوم للوصول إلى مقر عملها مليء ببرك المياه الآسنة. من أسس السهيل والتفاصيل في سياق هذا التقرير. هذه المشاهد لبرك مياه آسنة صورت في وسط العاصمة بغداد بعد أقل من 24 ساعة على إعلان أمينة بغداد انتهاء أعمال تصريف مياه الأمطار التي أغرقت أحياء بأكملها. يا بغداد يعني سيتنكر مال تنكر مال مي فارغ يسحبها، ليش؟ هل كنت الحكي وجهه للأمانة؟ يعني الله ما يقبل هاي بغداد وباب يجيب الوسط هذا المي وتجيفه، هسه سيارة واحدة واسحبها وينتهي الأمر مو؟ منظر مقزز هذا، ويعني البيئة يعني اختنقنا من هذا. المتواجدون هنا أكدوا لنا بأن هذا الطريق تستخدمه أمينة بغداد بشكل يومي من وإلى مبنى الأمانة، لكن الغريب في الأمر أن الفرق البلدية لم تسحب هذه المياه الثقيلة التي تسببت بقطع شارع خدمي في وسط العاصمة. وليس بعيدا عن البركة يقع المرآب الرئيسي الذي يستخدمه أكثر من 20 ألفا من سكان بغداد والوافدين إليها. المرآب تحاصره مياه الأمطار التي تركت بلا علاج من قبل السلطات البلدية. هذا مدخل القرى تشوفه، شوف المواطنين شلون يدخلون من هناك، يعني هذا بشربك وهذا هذا قراج زين، احنا مشكلة تعبنا كل من تعبنا يعني هواي. وتسبب هطول أمطار غزيرة على العاصمة بغداد
بغرق أجزاء واسعة منها بعد خروج شبكة تصريف مياه الأمطار عن العمل. للشرقية نيوز من السهيل بغداد. أكثر من أسبوعين مرت على هطول الأمطار في بغداد، ولا تزال مساحات واسعة من العاصمة مغمورة بالمياه. منطقة سبع قصور خير دليل على ذلك، والتي تعاني حتى الآن من ويلات الفيضانات، في حين ترفض أمانة بغداد سحب المياه منها بذريعة أنها لا تقع ضمن حدود بغداد الجغرافية. خمائل الكاتب والتفاصيل في هذا التقرير. بين الخريطة الخدمية لأمانة بغداد والجغرافية لمحافظتها، ضاعت منطقة سبع قصور الغارقة بمياه الأمطار بعد أسابيع من زخة المطر الأولى. والمشكلة الأكبر تكمن في غياب الخدمات الطبية، فالمنطقة حائرة بين مستوصف غارق وآخر غير مؤهل. يعني وزير صحة ما يعرف يسحب المي؟ بس بعلى وزير الصحة أجي أسأل هاي السؤال، يعني شنو من ناحية الصحة؟ يعني الطب الجو شوف شنو مثل وضعية العفو وضعيتهم شنو؟ كل شيء ماكو. هاي أربعة أيام، خمسة أيام، ستة أيام، سبعة أيام المستوصف معزل، وهنا الساعة بستة نسواننا وجهالنا قاعدين منتظريهم، والله ماكو دوام. ليش؟ على شنو؟ على مود المي. يعني المي، هل يا ترى عضو مجلس محافظة موجود ما يعرف يطلع دنكر يسحب المي من عندنا؟ المستشفى فايض، الحالة الصحية زفت، ما بيها أي معاناة، وهاي العالم هسه نايمة على ترابي حديد وبيوتها كلها غاطة بالمي، ما حد يجي وما حد يسأل عليهم ولا حد يشوف حالتهم شنية. شارع المستوصف منا للمستوصف، حتى المستوصف غرقان. أكثر من 100,000 عائلة من سكان سبع قصور يضطرون إلى الذهاب إلى مناطق أخرى في الحالات الطارئة. أما تدهور الواقع الخدمي يتم حله عادة بمبالغ إضافية لكوادر أمانة بغداد تحت ذريعة وجودها خارج الأطر الإدارية، حتى أن أحدهم يقول 5,000 تنحل المشكلة بفلوس. الأمانة أقول لك إياها، تلملح على 5,000 دينار يجيك، 5,000 يلمون بيت يجي أبو الشافطة يسحب. منطقة نائية فمرسومة على حدود بغداد، الأمانة ما قاعد تستجيب لنا. نزلنا فتحنا المجاري من الطول للطول، ومدير بلدية الشعب ما ودانا شو يسمونها هاي المعملية شافطة على مود تشفط الوساخة اللي بيها، فجبنا احنا كجهد ذاتي واشتغلناها. ومن بين مناطق شرق القناة تعد سبع قصور نموذجا لمناطق أخرى مهملة يقع أغلبها في مناطق حزام بغداد. منطقة سبع قصور تفتقر إلى أبسط مقومات الحياة، أولها الجانب الصحي. يقول سكان المنطقة أنهم بحاجة إلى بناء مستشفى لافتقار المستوصفات إلى الكهرباء والأجهزة والكوادر الطبية. من بغداد، خمال الكاتب، الشرقية نيوز. مشاهدينا، هذا الحصاد مستمر وفيه نتابع. عملية استعادة سنجار بالكامل من سيطرة تنظيم داعش، محافظ نينوى وسمع بها من التلفزيون، والأديب يحذر من ضمها لكردستان. اشتباكات بين البشمركة الكردية وقوة من الحشد الشعبي أدت إلى سقوط قتلى وجرحى من الجانبين. وينضم معنا الآن في الاستوديو الشيخ عبد الله الياور، رئيس حركة العدل والإصلاح. أهلا بك يا شيخ عبد الله. يعني محافظ نينوى سمع بهذه العملية من التلفزيون، هل تم إعلامكم قبل البدء بهذه العملية؟ بسم الله الرحمن الرحيم. عملية تحرير سنجار هي عملية متوقعة، من أسبوعين تقريبا بدأت القطاعات تتجه إلى منطقة سنجار، والتحالف الدولي كثف غاراته بالمكان هذا، فكان متوقع. اليومين الماضية أصبح الأمر واضح أنه العملية اقتربت جدا بسبب شدة الضربات اللي صارت، واللي أدت ضربات الجوية إلى تدمير كامل قوى داعش في سنجار ومحيطه. نعم شيخ عبد الله، يعني هل هذه العملية، عملية تحرير سنجار، هي مرتبطة بعملية استعادة أو تحرير محافظة نينوى؟ وأن سنجار مثل ما تدرون العام الماضي اللي صار في سنجار أمر كبير. اليزيدية هم جزء من أبناء الشعب العراقي، تعرضوا إلى قتل بالآلاف وإلى سبي نسائهم وإلى تدمير بيوتهم، وإلى عملية لم يشهد للتاريخ الحديث مثيل يعني في أي مكان في العالم.
والضمير العالمي كان نايم في وقته عن هالامر هذا وعن اليزيديه وعن اهالي نينوى. الامر تحول الان الى الموصل، الموصل الان هي اللي في خطر. اهالي الموصل، انا اسمح لي بس سالت سؤالك اقول لك، اهالي الموصل هم اليوم اكثر معاناه من الامس بسبب الجوع والمرض والتهديد بالقتل. كم اعدم من ابناء الموصل الى حد الان؟ الاف اعدموا، لان البعض الان يحمل اهل الموصل، يقول اهل الموصل مسؤولين او متعاطفين مع داعش، وهذا الامر كذب اطلاقا. اهل الموصل هم رهائن ويقتلون، وقتل منهم بالالاف، قتل منهم بالالاف واخذ رهائن منهم، والى اليوم مفقود اثرهم، بيوتهم سلبت، مساجدهم، دور عباداتهم، مكاتبهم، كل شيء دمر في الموصل. فالموصل هذه تحرير سنجار هي نعم بداية الأمل لتحرير الموصل. تحرير الموصل نعم يبدأ من ربيعة ويبدأ من سنجار، هذه المرحلة مهمة جدا، قطع الطريق الموصل الرقة هذا شيء مهم جدا. الآن هناك عمليات راح تلحق موضوع سنجار، وبإذن الله تعالى يعني كل الناس، كل أهالي الموصل يتأملون خير، وتواصلنا بالفترة الأخيرة مع جميع القوى. نعم شيخ عبد الله، يعني إذا تحدثنا جغرافيا، يعني قضاء سنجار قريب من ربيعة، نعم. لماذا لم يشارك أبناء العشائر في هذه المعارك في سنجار؟ هذا الأمر مطروح، واليوم كررنا طرحه على الأخوة في إقليم كردستان، قلنا لهم نحن مستعدين للمشاركة للتحرير، والناس بجد أخذوا الأمر، وإن شاء الله نتوقع منهم الاستجابة بأقرب وقت إن شاء الله. طيب شيخ عبد الله، يعني هناك من يحذر من ضم المناطق التي تحرر من سنجار إلى أقليم كردستان، تحديدا علي الأديب، يعني ائتلاف دولة القانون، هل تشاركونهم مثل هكذا مخاوف، أم أنكم يعني تنظرون إلى الموضوع بأنها قوات تحرر هذه المناطق من أجل الوصول إلى عملية أكبر وهو تحرير محافظة نينوى؟ لا، أنا أعتقد أنه الآن الهم الأول، المبدأ اللي عندنا الأساس الآن، هو طرد داعش وتحرير المناطق وعادة أهالي المناطق إليها، هذا الأمر الأول. أما ما سوف يقرر الآن، سامراء مثلا أو تكريت أو بيجي، هل نقول القوة اللي دخلت الفصيل الفلاني اللي دخل بيجي راح يضم بيجي مثلا إلى الأنبار أو إلى هذا الكلام يصير الناس يقررونه، لن يفرض شيء برأي الناس أحرار، والحر لا يفرض عليه الشيء بل يتقبله. الناس وين ما راح تشوف أنه مصلحتها راح تتجه إلى المكان اللي فيه مصلحتها. الناس تبحث عن إيش؟ عن الكرامة، عن الأمن، عن الحياة، حياة الرفاه. فالناس هذا اللي تريده. أعتقد هذا الموضوع مو وقت الخوض به، الخوض به ممكن بعد أن تنتهي العمليات وتكشف للناس الحقيقة. يعني ممكن أن تكون هناك عمليات عسكرية تقوم بها قوات البشمرقة ضمن هذه المناطق. البشمرقة الآن هم في سنجار، وتحديدا اللي موجودين الآن في على محيط سنجار، يعني طوقوا سنجار بالكامل، والتحالف الدولي متواصل أنا معهم إلى حد الآن، وأيضا الجماعة في إقليم كردستان أنا متواصل معهم، ما قطعت اتصالاتي إلى قبل أن أجيكم، أنا متواصل معهم لضمان أيضا أمان الناس، ناسنا اللي موجودين في سنجار وفي بعاج، يعني العرب اللي موجودين. ثقتنا كبيرة لأنه رئيس إقليم كردستان مسعود البرزاني موجود بنفسه في عمليات سنجار، فثقتنا كبيرة أنه ستتم تحرير سنجار بكيف ما حنا وياهم حررنا ربيعة، أي بدون أي مدني، بدون أي ضحية مدني، الحمد لله تم تحرير ربيعة بدون ما يسقط أي مدني ضحية. ونتوقع إن شاء الله في سنجار عمليات الانتقامية مرفوضة إطلاقا مننا، لا. هذا شيء ما لا يمكن القبول به، لكن الضمانة اللي موجودة هو وجود رئيس الإقليم في سنجار، أعتقد هذا شيء مهم جدا، لأن لن يسمح بهذا الأمر. نعم سيد عبد الله، يعني عملية تحرير الموصل نريد أن نتحدث بتفاصيل أكثر، يعني هناك تكتيم على الوضع الداخلي لهذه المحافظة، محافظة نينوى، حتى الآن يعني لا يوجد هناك يعني دراية كاملة بما يحصل لأهالي محافظة نينوى بعد سيطرة التنظيم عليها، ولكن حتى الآن عملية استعادة محافظة نينوى إلى أين وصلت؟ متى سنشهد عملية كبرى لاستعادة هذه المحافظة؟ ظروف هذه المعركة هل هي مهيئة؟ الاستعدادات؟ حدثنا عن كل هذه التفاصيل. نعم، أنا التقيت بقائد قوات التحالف الجديد اللي في بغداد قبل حوالي 3 أسابيع، وهو الرجل كان يعني متلقي جيد ومستمع جيد للطروحات اللي طرحناها. من الأشياء اللي طرحناها أنه أبناء الموصل جاهزين وعندنا الأعداد الكافية لتحرير مدينة الموصل،
واعطيناه بالارقام وسلمناهم القوائم. استغرب هو من هالكلام، لان هذه القوائم كنا مسلمينها للحكومه العراقيه منذ عام تقريبا، من شهر ديسمبر الماضي، شهر 12 يعني حوالي سنه. الا انه ما صار تقدم بالموضوع هذا. استبعاد اهالي الموصل من عمليه تحرير الموصل، لا يخلونا نقول مؤامره، لا يخلونا نقول مزاجيات، فلان نقبل به لانه تبع للحزب الفلاني او للشخص الفلاني وفلان الفلانيين لا نقبل بهم. لازم تفتح الابواب للجميع، فكما الان تشكل 55 فصيل بالحشد الشعبي، خلوا من ابناء الموصل 50 40، خلوا الكل يشارك. ليش منتجين للموصل؟ لا، خلينا نصفيهم، خلي اهالي الموصل مستعدين وهم جاهزين لعمليه التحرير. التحالف الدولي تواصلنا معهم مستمر، هم نعتقد قريبين الى رعانا بهالامور هذه. طبعا نتمنى انه تكون قوات دوليه تشارك بعمليه تحرير الموصل وتدريب قوات من ابناء الموصل للمستقبل ايضا. هذا شيء جيد، يعني لازم نفكر اليوم بطريقه الافضل على المدى البعيد مو على المدى القريب، مو تحرير الموصل فقط، تحريره وامنه وازدهاره ونموه، هذا اللي لازم يتم العمل عليه. التحرير باذن الله جاي، انا اتوقع الموصل تحريره يكون بسهوله، تحرير المناطق الاسهل من تحرير تكريت الموصل، لكن على ان تحرر بيد ابنائها. نرفض اي جهه تريد تدخل للموصل بحجة الانتقام من الأبرياء من أهالي الموصل، داعش كلنا ضدهم، دمهم مهدور، هذا قانونا وشرعا وعرفا معروف. أما تجي على نساء وأطفال ورجال أبرياء الانتقام منهم، هذا شيء مرفوض ونرفض أن يتم في مدينة الموصل في وقت تحريرها، لكن إن شاء الله ما يحدث بإذن الله. نعم شيخ عبد الله، يعني هل تعتقد بأن هناك من لديه مصالح في إبعاد أبناء نينوى عن تحرير محافظتهم؟ يعني من اقول لك صار سنه، انت ما شاء الله محلله سياسيه، يعني سالتي السؤال المناسب. من سنه اعطينا الاسماء ولاشخاص هم تقريبا مدربين، يعني اكثرهم اما كان بالجيش السابق او بالجيش الحالي او بالشرطه سابقا او حاليا، فهم ليش هذول ما تم احتضانهم وتم تطويرهم وتدريبهم وكان انزلوا الان الى ميادين القتال في كل مكان، بدل ما يقال لما فلان يحرر فلان مكان، لا، بدنا تحرر كل الاماكن، ما يبقى مكان لا يحرر. نعم نخشى انه هناك من يريد استبعاد اهالي الموصل او ان ينتقي من هم تبع له، يعني بشرط انه يكون مسجل تبعيه هذا ايضا يخشى منه هذا الامر. طيب شيخ عبد الله، يعني اليوم يعني هل تعولون كثيرا على التحالف الدولي في عمليات استعاده محافظه نينوى، وخاصه وان كما ذكرت انه هناك غارات كثيفه يعني اسفرت عن استعاده سنجار، يعني هل تعولون كثيرا على هذا الدور؟ هل هناك جديه من التحالف الامريكي في تنفيذ خطه محكمه ومدروسه من اجل استعاده محافظه نينوى؟ يعني اعتقد هذا القائد التحالف الدولي الجديد مكفارلند، هذا شخص جدي جدا وله خبره واسعه بمكافحه الارهاب، وهو على يعني جديه عاليه للتعاون، ولا يمكن ان تحرر منطقه بسهوله مثل ما يكون الطائرات موجوده، لان اليوم التكنولوجيا اللي موجوده هي التكنولوجيا نفسها اللي ما تقف امام جيوش اسابيع، يعني اذا كثفوا غاراتهم لن تصمد داعش في الموصل يعني ايام قليله. نعم الشيخ عبد الله عجيل الياور رئيس حركه العدل والاصلاح، شكرا جزيلا لك. شكرا لك. شكرا. الاخبار مستمره من الشرقيه نيوز. لملاحظاتكم حول مضامين الأخبار راسلونا على rai@الشرقية.com. الطرق مسدودة، صارت الناس بعيدة علينا وعلى التسويق من عندنا، ونعاني من كثير من هاي الأمور، لأن إحنا يعني على باب الله. تدفقت أو قفزت تدفقات خام العراق إلى الولايات المتحدة الأمريكية إلى أعلى مستوى في أكثر من 3 سنوات، مع تنافسه كثاني أكبر منتج في منظمة أوبك على الحصة السوقية في ظل تصاعد الضغط على إنتاج النفط الصخري بالولايات المتحدة.
وذكرت وكالة رويترز نقلا عن بيانات ملاحية أنه من المقرر أن تبحر ناقلات تحمل قرابة 20 مليون برميل من النفط العراقي إلى الولايات المتحدة في تشرين الثاني نوفمبر الحالي، بزيادة حوالي 40% عن الكميات التي كان من المتوقع وصولها الشهر الماضي. وتشير بيانات أمريكية إلى أن تلك الكمية تعادل أكثر من 660 ألف برميل يوميا في المتوسط، وسوف تشكل أكبر واردات شهرية منذ منتصف العام 2012. انتشرت في بغداد ظاهرة الأطباء بالوكالة، بمعنى أن أطباء الاختصاص يوكلون أطباء صغار السن في عياداتهم الخاصة لممارسة مهامهم في حال سفرهم أو انشغالهم. تقرير لبرنامج منتصف النهار سلط الضوء على هذه الظاهرة التي باتت منتشرة في العاصمة والتي عدها بغداديون بأنها ظاهرة سلبية. من جانبها أجازت نقابة الأطباء هذه الممارسات واعتبرتها ظاهرة طبيعية. المزيد من التفاصيل مع سيف عبد الوهاب. قد يتفاجأ المريض حينما يراجع طبيبه المختص في عيادته الخارجية ليجد طبيبا آخرا يحل مكانه. أطباء بالوكالة هكذا يطلق عليهم، أخصائيون يوكلون آخرين في ممارسة مهامهم في العيادات الخارجية في حال سفرهم أو التزامهم بمهام أخرى. تسبب هذا بحسب مواطنين إلى تدهور حالتهم الصحية. يعني هو دائما الأطباء يعني مثلا نروح احنا نحجز هم موجودين، يقولون مثلا نروح نحجز نلقيهم موجودين مسافرين أو بمكان موجود بدالهم، يعني غير طبيب أو طبيبة. فاللي مريض حالته يعني فد مرة ما تتحمل أنه مجبور ينتظر. والله لما وصل لي السرى مالي وعاني تقريبا 4 ساعات من ثلاثة، طبيت على الدكتور طلع مو دكتوري نفسيته، أنا كنت أراجع غير دكتور، يعني غير شكل، أنا دكتور أعرفه يعني دائما أراجع. فلما طبيت الله شاهد يعني لقيت غير شكل، يابا ما أريد رجعوا لي الكشفية، لا الكشفية ما ترجع. وين الطبيب هو؟ والله الطبيب ما أعرف، أعتقد يمكن مسافر خارج البديل مكانه. زين البديل عنده كل شيء ملتهم، يعني أقول له يابا حجي عنده حصول الكيل الحج، يقول ماكو هيك شيء، طيد هوايات وش اسمه ماكو هيك شيء. نقابة الأطباء أجازت هذه الممارسات وأعدتها إجراء طبيعيا، على أن يشترط إبلاغ النقابة مسبقا ومن سيوكل بمهام الطبيب، ويكون من ذوي الاختصاص المتشابه للطبيب الأصيل، ويبلغ المريض بذلك. لكن الحقيقة تحصل عكس هذا. الطبيب الوكالة هذا يجوز أثناء غياب الطبيب أن يكون محل طبيب آخر بموافقة النقابة ونفس الاختصاص، وأن يعلن الطبيب في داخل النقابة أنه يحل الدكتور فلان محل الدكتور فلان من التاريخ الفلاني إلى التاريخ الفلاني أثناء غيابه. يقول مراقبون أن أغلب الأطباء لا يبلغون نقابتهم بسفرهم أو من سيوكلون في عياداتهم الخارجية، ويعتبر هذا خرقا لمبادئ العمل الإنساني. وبحسب ذوي الاختصاص يعتمد الأطباء بنسبة 90% على تلاميذهم في الإنابة عنهم حتى لا تغلق العيادة أمام المراجعين. وهنا تبرز قضية ربحية لا إنسانية التي من المفترض أن يتحلى بها الأطباء. وتسجل مستشفيات العاصمة حالات وفيات ناجمة عن سوء التشخيص تنسب إلى هذه الأفعال بحسب ذوي الضحايا. لبرنامج منتصف النهار سيف عبد الوهاب، بغداد. وصل فلاحون من محافظة ديالى اعتصامهم لليوم الثالث على التوالي احتجاجا على عدم تسلم مستحقاتهم المالية المتأخرة منذ عام. وهدد مزارعون بالعزوف عن الزراعة مطالبين وزارة الزراعة بإطلاق حصصهم المالية والزراعية سيما عن محصولي الحنطة والذرة. عم شغل ماكو، احنا وين نروح يا عم؟ لا سايق مستلم لا فلاح مستلم، عم احنا شنو ذنبنا من العام ولحد هاي السنه راح يستلمون ذرة واحنا لا عندنا لا ناكلين لا شاربين لا احنا. يا اخي العزيز احنا نطالب بحقوقنا اللي صار لها سنه احنا محرومين من عندها، احنا سوقنا من العام والسنه الحاصل مالنا المعمل الذرة الصفراء بدياله، نقص استحقاقنا من سيد الوزير يستعجل بصرفها وصار سنة ما منطينا مستحقات. الفلوس موجودة، الفلوس موجودة بس يردون كتاب رسمي من الوزير بالصرف مالتها، لأن احنا هسه نقابل المدير، المدير الرجل يقول أنا صكوك موجودة الفلوس الرصيد موجود بس كتاب رسمي ما عندي من بغداد جاي حتى بالصرف.
بس اريد الاستعجال من سيد رئيس الوزراء، واحنا باقيين محتصبين بباب السايلو، الحين مطالبنا تتحقق. ماكو السايلو ما ينفتح الا مو احنا يعطونا مستحقاتنا. نطالب السيد وزير الزراعة المحترم بصرف مستحقات الذرة الصفراء للعام الماضي 2014. نحن مسوقي وفلاحي محافظة ديالى، ونحن اليوم معتصمون منذ 3 أيام، هذا الاعتصام مفتوح في باب معمل الذرة الصفراء في محافظة ديالى في بعقوبة، معتصمين هنا بالباب وما نطلع منها الا ناخذ مستحقاتنا. شلون يرهم وشلون يقبلون يحضرون تحضيراتهم للموسم الحالي 2015 وهم ما منطين مستحقات 2014 بدون اي عذر وبدون اي مسوغ؟ نريد نطالب بمستحقاتنا. هذول الفلاحين والمسوقين لمحافظه ديالى، ومع العلم هم السواق وغيرهم كلهم ما حد مستلم من العام الماضي. 3 أيام نحن محتصمين ونبقى الاعتصام مستمر في هذا المعمل، ولم يدخل اي سياره لاستلام الذرة لهذا العام حتى صرف مستحقات. بهذا مشاهدينا نصل واياكم الى ختام حصاد الليله، تقبلوا من الجميع التحيه، الى اللقاء. الى اللقاء.